إخواني أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. سنتحدث اليوم إن شاء الله على هذه النبتة، وهي فرشاة الزجاج أو ما تسمى الأشاءة. لكل بلد يمكن أن يختلف اسمها، ولكن اسمها العلمي كاليستيمون. تستخدم كمصدر للفحم النباتي، ويمكن استخدام أزهارها للديكور المنزلي، وهو نبات دائم الخضرة، قد يصل ارتفاعها إلى 8 أمتار تقريبا. وهذا النوع موطنه استراليا، ومن خصائصها أنها متهدلة الأغصان، أزهارها حمراء كما نلاحظ شكلها، تشبه فرشاة الزجاج، لذلك معروفة بهذا الاسم. وتقبل الزراعة في الأحواض، وتبدأ بالأزهار في فصل مارس وأبريل ونوفمبر، ولكن يفضل زراعتها في الأرض مباشرة لأنها تكبر بشكل كبير، ولا يفضل زراعتها في الأصيص أو الأحواض الصغيرة. لا تحتاج هذه النبتة فرشاة الزجاج الكثير من العناية، عدا بداية زراعتها أو شتله، فيجب أن تكون التربة جيدة الصرف. وعندما تكون صغيرة يفضل أن يوضع للساق دعامة تجعله مستقرا حتى يشتد الساق، كما يجب عدم الإفراط في الري، والأفضل أن يكون معتدل إلى قليل. كذلك يفضل تقليمه بعد موسم الإزهار كي يساعد في متانة الساق ليتحمل تاج الشجرة عند اكتمال نموها. والبعض لا يفضل التقليم لأنه يؤثر مؤقتا على شكل الأفرع المتهدلة التي تعطي الشجرة جمال خاص، ويفضل إمداده بالسماد المتعادل شهريا، ثم اكتمال النمو يعطي كل 3 أشهر جرعة من السماد. وقد تتأثر هذه النبتة في الصقيع في بعض الأماكن، والأفضل أن يكون متساوي التعرض للشمس والظل. تتكاثر هذه النبتة بواسطة البذور والتعقيل خلال فصل الربيع، كما يمكن تكاثره بالترقيد بنوعية الأرض والهوائي، مع التنبيه أن التكاثر بالبذور قد ينتج صنفا مختلفا ببعض الأصناف عن النبات الأصلي. لكن التكاثر الخضري، التعقيل والترقيد يحافظ على نفس صفات النبات الأم، فهي نبتة جميلة ورائعة وتعطي جمالا للحديقة أو المنزل كما نلاحظ، فهي جميلة، حتى أوراقها لها رائحة تشبه رائحة الليمون، نلاحظ أوراقها. فهي نبتة جميلة ورائعة. وهناك طبعا لون آخر لهذه النبتة يكون مختلف عن هذا اللون، يكون لون فاتح تقريبا، فهذا يكون أغمق، فهو لون أحمر غامق. فهي نبتة ذات جمال رائع في المنزل. إخواني أحبتي المشاهدين، أرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، وأتمنى الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد بمشيئة الله.
والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.